هلا جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. دوما بنشكر رب العالمين والحمد لله، بس نحن مالنا تمام يا جماعه الخير. اليوم نحن عم نصوركم هذا الفيديو بكاميرا سوبر ديلوكس، بكاميرا حراريه. هاي الكاميرا بتلقط اي شيء ممكن تتخيلوه انتو. اليوم نحن بعد اللي صار مع جنى والحمد لله على سلامته، يعني مبين هي، يعني هي مبين عليها كيف وشها اصفر وكثير تعبانه. الشيء اللي تصور هو جزء كثير 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 صغير من الشيء اللي عم يصير معنا بشكل كلي، فتره طويله. هذا الشيء انتم بتشوفوه طبعا من خلال فيديوهاتنا اللي صار لها 6 اشهر 7 اشهر، للناس اللي عم تقولوا ان انتم عم تقلدوا فلان وعلان. نحن ما حنذكر اسامي، مع احترامي وتحياتي للكل، كل انسان بحياته. يا ريت كنا عم نقلد او كنا عم نكذب. يا ريت كنا عم نكذب، يعني كان اريح بكثير من الامور اللي نحن عم بتمر فينا. طبعا يا جماعه الخير، انا من البدايه كنت عم بشرح لكم عن هاي الكاميرا، هلا رح اقول لكم ليش عم بشرح لكم عن هاي الكاميرا. هاي الكاميرا خاصيتها انه بتلتقط شيء حراري، تمام؟ ومثل ما بيقولوا انه الشياطين او الجن هن مخلوقات حراريه ونار، فممكن نحن من خلال هاي الكاميرا نكتشف شو هالكائنات او هالامور اللي عم تصير معنا الغريبه، او اذا اساسا موجود حدا ولا مش اذا موجود حدا، او نحن عم نتوهم. ممكن نحن نفسيتنا تعبانه، ممكن نحن تخيلنا، يعني نحن متخيلين هذا الشيء. عرفت علي كيف؟ يعني عم نتخيل ممكن امور، تمام؟ فنحن جبنا هاي الكاميرا لتثبت هذا الشيء او تكذبه، تمام؟ فنحن هلا هاي الكاميرا نفسها اللي نحن عم نصور من خلالها حنثبتها بزاويه، تمام؟ وحنترك البيت انا واهلها لجنى ونعيش البيت فاضي ونروح، وبدنا نغط لنا شي 5-6 ساعات ونرجع لنشوف هالكاميرات شو صورت. طبعا هالكاميرات الميزه اللي فيها انه الكارت الميموري تاعها بيتحمل، يعني هو بيضغط الملفات. انا بتمنى منكم انه تشتركوا بالقناه لتشوفوا التفاصيل الجاي. وطبعا نحن من خلال تقديمنا لهذا الشيء اللي انتم عم تشوفوه، مو بس انه كرمال لم مشاهدات ولايكات، لا، كرمال يكون افاده لكم كمان، كرمال نعرف اي شيء عم يصير معنا، نعرف كيف نحمي حالنا، ونعرف كيف انتم كمان تنحموا من هالامور اللي عم تصير الغريبه. يا جماعة أنا هلأ طبعاً بين كم قلت لكم شوي حكيت لكم موضوع كرياتو، فهلأ رايحة بدو رايح على راسي يا جماعة الخير. يلا نشرتي الفيديو على تيك توك؟ يلا لسه بتشارك انت؟ طب ليش ما لبست الجواب لهلأ؟ ما هو أمك سابتنا على السيارة. طبعاً يا جماعة الخير مثل ما شايفين سبتنا الكاميرا هاي. أنا بعرف وين كلساتك جنى، جيب كلسات، جيب جراب. طب جنى نسي جنب الباب يا جنى، خليني نمشي. وين التليفون معي؟ أنت شغلت الكاميرا؟ إيه شغالة شغالة. طيب التليفون معي إيه؟ ما تنسى شيء، ضل جنى؟ نعم. 4 ساعات يعني؟ ثواني ثواني خلص. دخل جاب البنيه الموضوع لا شو؟ جزاني اجمع شو مستانك ميدو؟ ايه بلال نزل مع ماما؟ شو؟ بلال نزل مع ماما؟ ايه نزل سبقونا على السيارة، ممكن اشغل الكاميرا انزله؟ بني شو دخلوا بني هلا؟ شو؟ كبساتي بني تخلصينا بقى.